السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأساتذة الأعزاء وزملائي الأحبة وسامعون الأجلة، في هذه الحفلة المباركة الميمونة والتي يفوح فيها نسيم المسك والعنبر بمدح سيدنا النبي المطهر صلى الله عليه وسلم، أود أن أشاطركم بعضا من الكلمات والأفكار حول الموضوع أهمية التصوف في بناء المجتمع. فبادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وهبني هذه الفرصة الذهبية، الحمد لله على كل حال وفي كل مقام. أيها الإخوة، إن التصوف الذي هو عبارة عن بذل المعروف وكف الأذى المنبثق من العقيدة الراسخة والمنتمي من القلوب الطاهرة، له دور بارز وفعال في بناء مجتمع مثقف. وكلما زدنا استقصاء في صفحات التاريخ يتضح لنا جليا كفلق الصباح، فكل حضارة ونهضة شهدها العالم وترعرعت تحت رايته وظلاله في مختلف الأعصار كانت ناجمة عن جهود العلماء الصوفيين والأولياء المقربين. فليس التصوف اسما لمجرد الزهد والتقشف واعتكاف المساجد وترك التزين، بل هو عبارة عن النهضة صنعت مجتمعا مثقفا ورسمت مستقبلا باسما ومجدا شامخا في تاريخ الأمة وحياتها. إخواني في الله، أمامنا سلسلة من القصص الواقعية التي تثبت لنا دور الصوفيين العظيم وتكشف حجم الخدمات التي قدموا من أجل إنشاء مجتمع مثقف عزيز. فقد كان العرب قوما أهل الجاهلية، يعبد الأصنام ويأكل الميتة ويأتي الفواحش ويقطع الأرحام ويسيء الجوار، إلى غير ذلك من التعصبات الدينية والتفرقة الجنسية. فرفعهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أيقونة التصوف من حليل العيش والتدهور إلى عزة الازدهار والتقدم، ومن ضيق الدنيا والتذلل إلى السعة والتعزز، حتى وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقصة دور الصوفيين والتصوف في بناء المجتمع تبدأ من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتد قوية وجسورة مدى خلافة الأموية والعباسية. فقد رأيناها في أفخم معانيها وأجلى مظاهرها خلال خلافة العثمانية، حيث كان أرطغرل والد عثمان يحفظ علاقة وطيدة بمنظمة الصوفيين المعروفة بالأخية، كما أن ابنه احتفظها بشكل عام وبالشيخ بأدبالي بشكل خاص. ثم استمرت هذه العلاقة بين الخلفاء والصوفين على أيدي أمثال صدر الدين القونبي وجلال الرومي وبابا إلياس وغيرهم رحمهم الله عنهم. إخواني في الله، فالتصوف له أهمية بالغة في بناء مجتمع واع مثقف الذي يحمل في قلبه وقالبه معنى الأمة وروحها، فهو السبيل الوحيد لتخليص الأمة مما تتخبط من أزمات فكرية وعقدية. فالمفسرون والمحدثون وأهل الفقه والفلاسفة والحكماء والمتكلمون وأرباب الأدب والشعر وسائر طبقات الناس من العلية إلى السفلة ومن النجباء إلى البلداء، يستطيع التصوف أن يمدهم بوهج يوقد أنوار الهداية في حياتهم ويعطي غاية وهدفا حقيقيا لوجودهم. وهو يعلم الإنسان على اختلاف وظيفته في الحياة كيف يحب الغير، فهو قيثارة الحب وقانون البد ومنشأ الصفاء ومنبع الجلاء. فبالحب تصفو الأرواح وتنسحب الأكدار وتسمو النفوس. فقد فتح الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصوفيين قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، ووصل الإسلام بفضل دعوتهم إلى جهاد إلى بقاع لم يكن ليدخلها لولا التضحيات الجسام التي قدموا فيها المتصوفة أرواحهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الحق ونشر الدين الإسلامي الحنيف.
وفقنا الله وفقنا الله وإياكم وجزانا وجزاكم خير الجزاء. وأختتم كلامي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.